علاش احنا نقولوا النجم نكملوا لازمنا التقطيع الجيني الكامل؟ مش على حاجه، خاطر التقطيع الجيني الكامل باش يقول لك هي بالحق السلاله دلتا كلها، ولا مثلا عندها طفره زايده ولا طفره ناقصه، ولا تبدلت شي في القروان معناها. نعرفوها هي ليه مش حكيت حتى القروان، فما دلتا بليش اليوم في العالم اللي هو اكثر شراسه من الدلتا واللي توجدت في الهند. دونك لازم نزيدو نثبتو باش تعرف انت بالضبط الدلتا هي بيتا، دلتا بلوس، حاجه ناقصه، حاجه توجدت في بقعه اخرى. وقت اللي تلقى طفره اخرى، هل طفره تبدل الخصائص ام لا؟ كان ما تبدلش الخصائص ما تعطيهش اسم اخر، تقعد نفس السلاله. هذا اللي صاير، هذا هو اللي ما يعمل به في العالم الكل، معناتها هذاك التمنهج واللي يصير معناتها في العالم. هذه هي الخصائص، هي علميا لازم تكمل التقطيع الكامل باش يكون جوابك. شنو اللي منعنا اليوم باش نعملوا التقطيع الكامل؟ امكانيات ولا شنو دكتوره؟ وقت نجم نقول اليوم احنا اليوم انا مثلا اليوم في باستور ما نخدمش، نجموا العبيد نجموا نقول هما ديجا كملوا. معناتها مش حكيت هو حكيت وقت التقطيع الجيني اللي يبدا معناتها الجزئي ياخو اقل وقت، الكامل ياخو اكثر وقت. فما بروتيسيوس يتعمل له كاو، مش معناتها. نختم معك بنقطه دكتوره، نعرفوا اللي الفيروس كورونا تقريبا العلامات نتاعو معناتها تختلف من شخص الى شخص، لكن هل انه في السلاله الهنديه فما علامات هكا مشتركه بين جميع المصابين تقريبا، ينجم واحد يعرف روحه اللي عنده السلاله هذيا والا لا؟ هي ما فماش علامات الكل، هي المشكله نتاعها اللي هو هي نقولوا احنا سلاله خبيثه. علاش؟ على خاطر اغلب الحالات، خاطر انت ديما راه وقت اللي يمرضوا تلقى 95% حالات غير خطيره كما العاده، فهمت؟ لكن وقت اللي تبدا انتشار كبير جدا، فهمت؟ فشنو يصير؟ يولي معناتها عدد العباد اللي باش يمرضوا بحالات خطيره، حتى كان النسبه تبدا بالحق النسبه ارتفعت شو على السلالات العاديه، لكن مش وليت في خاطر قلت لك مش العباد الكل باش تكون عندهم اصابه خطيره معناتها. ولا لكن هي شنو هو توا اللي باغابوغ للسلاله البريطانيه اللي هي ديجا اكثر فتكا شويه بالنسبه للسلاله الفا، فما ضارب اثنين الحاجه الى الايواء في المستشفيات، يعني هو معناتها عامل ماهوش به، فهمت؟ لكن في غالب الاحيان شنو يجيك؟ يجيك اللي ما نسميه بنزله صيف ركيكه، كان النجم نقول معناتها عبد يجيه خصمه يتسد، وجيع الراس، المسكل نتاعو يوجعو، عنده الجريج متحرق، عنده جريان جوف، هذوما اكثر الخصائص. وسخانة. فهذوما الخصائص هل فيهم حاجة معينة؟ لا، معناتها ولذلك لازم العباد قدام الخصائص هذوما يحسبوا أنفسهم كورونا ويعزلوا رواحهم حتى يعملوا التحليل ويثبتوا، مش تحليل فقط، خاطر ساعات لازم تزيد تشوف، خاطر ساعات البي سي ار يجي نيجاتيف، ولذلك لازم ساعتها تشوف مثلا يا ما سكانير يا ما انت والأعراض اللي عندهم، معناتها عندهم أعراض تنفسية وغيرها، ويحتاطوا على خاطر هو كورونا الى ان ياتي ما يخالف ذلك، مش نزله برد الى ان ياتي ما يخالف ذلك. وخاصه احنا في الصيف معناتها نزلات البرد بطبيعتها ضعيفه وضعيفه جدا، معناها ينجم اذا كان عندك الاعراض هذيا معناتها حط روحك اوتوماتيك مو الصيف زاده. لا نزلت يقول لك كليماتيزور ومشيت ما نعرفش دوشت وخرجت في السخانه ولا في البرد، حتى كان دوشت وخرجت حط روحك كورونا، فوالا الذي ياتي ما يخالف ذلك، واضح.